أخبار اليوم. أهلا وسهلا فيك، لك كل الاحترام والتقدير حبيب قلبي. كلمنا النهاردة عن أولى فعاليات مهرجان الأرز والجمال. طبعا أولى فعاليات مهرجان الأرز والجمال، أنا إن شاء الله سأكون متوج ملكة جمال العرب على المسرح، كوني كرئيس لجنة التحكيم في ملكة جمال العرب، وكوني كرئيس اتحاد الخليج العربي للتزيين في الوطن العربي أو بالشرق الأوسط. أهمية المهرجانات، طبعا احنا عملنا اكثر من 20 مهرجان عالمي في الوطن العربي وبالعالم، وبنقول احنا نقول لخبراء التجميل نعطيكم فكرة هالخبرة اللي اختبرناها من 30 عام في مصلحتنا، واحنا يعني الخبرة لسه موجودة عندنا، والشوات موجودة، والشعر موجود، والميك اب موجود، والموضة موجودة، وان شاء الله رب العالمين احنا بنضلنا على مسيرة واحدة. احنا بنخلق اجيال اللي تتعلم في مهنة التجميل، واجيال اللي تكون بطريقة سلمية وصحيحة. اليوم في اكسسوارات كتير، في شغل كتير، في عندنا في الموضة الشعر بالميك اب. نزلت انا طبعا كإعلامي في برنامج بجيت بوقتك يا خليل، برنامج ضج الملايين، نزلت اشياء كثيره جدا لكي تستمتع المرأة العربية، وانا اول واحد في الوطن العربي معي ماستر تجميل في اختصاص جمال المرأة الشرقية. طبعا احنا 13 دولة مشاركة، اعتقد 13 دولة مشاركة اجت عندي على ارض لبنان، من سفراء اتحاد الخليج، مدام شذى البياتي، مدام سهير حلاحل، مدام نقول حنان الخطيب. نقول بدي اشكر كمان، انا يعني بضلني مخرج المهرجان تامر عطوي اللي اسس المهرجان بالبدايه، وتسهر الليالي وتعب الليالي، هيدا انسان بيستحق الشكر والتقدير. وخلينا اشكر كمان الاستاذ سعيد عمران رئيس نقابات مصر، والاستاذ اكرم رضوان الذي ابدع في علم التجميل، والاستاذ عبدو يونس رئيس اتحاد نقابات لبنان، والاستاذ كمان باخوس مرديني اللي هو رئيس اتحاد السي اي تي. خليني كمان مره على عبر قناتكم الاعلام، وسائل الاعلام او على الميديا سوشيال، نقول انه الاعلام هي اهم وسيله لانجاح اي حدث، فاحنا الحمد لله بوجوهكم الطيبه عملنا نجاح مميز في تكنيك الشعر والموضه والمكياج والازياء. ان شاء الله باذن الله ساوعد وعد شرف كوني كرئيس اتحاد الخليج العربي للتزيين في الشرق الاوسط، وكرئيس لجنه التحكيم ملكه جمال العرب، سأعمل عمل يضم 50 دولة مشاركة في كازينو لبنان في سنة 2016 بإذن الله في 31/3. هذا الحدث سيكون مبارز، يعني سيكون أهمية، سيكون الإعلام، سيكون نخبة من مزينين العالم على أرض لبنان بإذن الله تعالى. إن شاء الله في النهاردة تكريمات، وفي ملقى السفيرة، وفي تتويج ملكة جمال العرب. أول شيء أنا اليوم بدي أكرم السفراء اللي عندي في الاتحاد، اللي هي مدام شذى بياتي اللي هي وقفت بجنبي ووقفت بطريقة صحيحة. خليني برضو أنا ممثلة الاتحاد غادة جمال إن أقول لها يعني تعبت معانا وسهرت الليالي وشغلت اشتغلت معانا. خليني أكرم سهير حليحل كمان، خليني أكرم سفيرة نورة الصارمي من عمان، خليني أكرم كمان مدام جودة من تونس، من السعودية، من الكويت، من الرياض، أسماء كثيرة ولكن أنا مش حافظهم شوي من كثر الدوشة اللي أنا فيها. أنا بقول لكم جميعا، هذا المهرجان من أنجح مهرجانات الوطن العربي، من أنجح مهرجانات الوطن العربي. نحن خلينا أوصل للإعلام، نحن ليس تجار نبيع أي مواد بالشعر، ولا ليس إحنا نبيع فن، نبيع فن الموضة والجمال، نبيع فن الموضة والجمال. تفضل.